ثاني حاجة طبعا مثال على وسط السيارة، يعني مثلا حتى في المجال الغذائي لما تيجي تقول بعلم شوربة، خلاص واضح الشوربة واضحة، بعلم الشوربة أداؤه معروف، بعلم طعمية تمام. مطرب شعبي في فن من الفنون، واضح خلاص أي واحد يقدر يأدي، شايف؟ فكل ما كان الشيء عام ودارج، كل ما كان إمكانية سيارته أسهل.